وهذا اللون هذا راه ما يمكنش كي جا، ما يمكنش البنات الروعه بالذات ديالو، تبارك الله. وراه ما باينش في التصوير نهائيا. وتا هو بمناسبه الافتتاح يكون في ده هو الجديد، وبمناسبه الافتتاح عاد البنات ماشي كامل غنوريهم الحرف على الحرف. يعني شوفوا 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 تبارك الله ما شاء الله. ها انتم تبارك الله. كنقول لكم يا البنات، راه قلت لكم اليوم المطروز راه ما يمكنش اول مره وحصريا. تبارك الله كي جات باينه تبارك الله. ها هو راه موجود. شوفوا لي البنات هذه عاوتاني زواقة جديدة حتى هي في المطروز وبمناسبة الافتتاح. اهلا وسهلا متابعي قناة العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد وافتتاح كذلك جديد اليوم ان شاء الله، من ضرب عمر، من قيصرية الفرح، من المحل رقم 23 ياك؟ 23 قيصرية الفرح ضرب عمر. عرفتوا اليوم انا عند من؟ غتشوفوه غادي تعرفوه، انا مع الاخوين خم وحسين، تا هو تبارك الله ما شاء الله خم وحسين رضوان، تا هو حل هنايا في الفرح ما شاء الله. اليوم بمناسبه الافتتاح اخر ما كاين في المطروز. شوفوا ليا ني كنقول لكم محسن وخوتو، كنقول لكم الخدمه، كنقول لكم الخياطه، كنقول لكم الموديلات، كنقول لكم الاتقان، الجوده والاتقان لا في الخدمه لا في التعامل. والمتابعات ديالي اللي كانوا تواصلوا معاه وخدموا معاه في القيصريه ديال البناني اكتبوا لينا، راه باقي المحل ديال البناني، ودابا تبارك الله ما شاء الله حلينا المحل اخر هنايا في قيصريه الفرح اللي حدا البنك الشعبي، معروفه البنات غير كتدخلوا مع الباب المحل رقم 23. المحل 23 مناسبه الافتتاح اثمنه جد مناسبه لمن؟ المتابعين العثمانيات. ايوا مرحبا بهم اللي ما غنديروا لهم ان شاء الله اثمنه جد مناسبه، وراه كاينه سلعه جديده الحمد لله. اخر ما داخل في المطروز. اخر ما كاين في المطروز غادي تشوفوه ان شاء الله اليوم معنا باثمنه جد مناسب. الله يسخر ويجيب التيسير. مرحبا بالجميع. كاين التوصيل في كازا، كاين التوصيل داخل المغرب، كنتكلفوا بكل شيء وخارج المغرب. التوصيل من ناحيه يعني الخدمه ديال يعني العود، البونيز، درابي، تريات، يعني اي حاجه كتعلق بالدار كنتكلفوا بها الحمد لله. والخدمه كل شيء كنتكلفوا به ما شاء الله. تعرف هي خدمه نقيه الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين الناس ديالك كيعرفوا راه الحمد لله. الحمد لله. لا الناس ديال المغرب ولا خارج المغرب يعني كنتعاملوا معاهم وغادي يعرفونا ان شاء الله. ان شاء الله الله يجيب التيسير ويكونوا قدامي وقدام الربح المتابعين ديالي عليكم ان شاء الله كيف العاده، بالتيسير وبالرزق ان شاء الله وبافتتاحات اخرين وبالرزق يا ربي. بالنسبه للمحل البنات ماشي الله افتتح، ملي كنت غندير الافتتاح كان عندي بزاف ديال الافتتاحات وكان عندي التزامات مع محلات اخرين. اليوم يلاه كتاب غادي نصور لكم ان شاء الله، ويلاه غندير انا وياه الافتتاح للمتابعين ديالنا. شي جوج سيمانات دابا تقريبا باش فتحتي، جوج الاسابيع انا كانوا عندي افتتاحات اخرين يعني ما كنت ساليت، ولكن اليوم الثمن ديال الافتتاح ان شاء الله. ان شاء الله. والخدمه الخدمه 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 هي كلشي. دابا التوب راه كاين فين ما مشيتي، ولكن الخدمه هاكاك هذاك الشيء. حنا راه كنقولوها للناس، كنقول لهم شوف التوب راه واخا تاخذوا باش ما خديتي باي ثمن، سواء غالي سواء سواء رخيص، راه الخدمه هي كلشي. يعني الخياطه ملي تسمع الخدمه يعني الخياطه راه هي كلشي. كاينه خياطه مليحه ومزيانه، باس مونطري مزيان، غادي تشوف صالون كيحمر. الله يسخر ويجيب التيسير. تيحلوا طيله الاسبوع ما عدا يوم الاحد، كيحلوا من 10 حتى ل 7 ديال العشيه، ونبداو ان شاء الله على بركه الله وكيف العاده. اللهم صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا عندي، وحنا باركنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركه الله. وانا كنزومي لكم باش تشوفوا لا طوندونس اليوم في المطروز. يلا خليكم معنا وعلى بركه الله. وهذا هو الجديد وبمناسبه الافتتاح. عاد البنات دايره عرفتوا بحال اش دايره؟ دايره بحال الطوسه. اييه هذا سميت اخر ما كاين في المطروز. هذا المطروز طروا دي شي كيفاش كيجي كيجي البنات. هذه الخديه ديالو ما شاء الله، شيف كيفاش مخدوم. شوفوا شوفوا سمعوا بالسم والحرير. واعر هذا الكوردوني ديالو يعني الطلميطه شي كتجي في كارو. غادي نشارك معكم التفريشه في الطوب اللي فرشينا هنا في المحل كيفاش كتجي. كله الجديد هذا اخر ما كاين في المطروز طوندونس هذا، وخصوصا راه النوار دابا لي طوندونس ما شاء الله كيجي غزال تبارك الله. حتى الباج ديالها طلع غزال. اييه شوف هذه اخر ماكينه دايره بحال الطوسه. اييه شوف ها هي مفرشه البنات، انتم غتشوفوها هي مفرشه، فيها خمسه الالوان. فيها لوباج باج ذهبي، هذا الباج ذهبي اها شي ومطلاسي مطلاسي من الفوق ومطلاسي هذه مزيانه شتيها كيجي غزال. وفيه حتى الطوب اللي هو هذا. شوف اختي لطيفه كيفاش كيجي،
هانتي راه كيحمر تبارك الله مزال ما شاء الله. اجي بحال بحال الطوسه نيت هذا يمكن سميتو الطوسه بالنسبه اللي ما كات ولا مطروز يعني الشعله يعني عنده بزاف ديال الاسماء ديال السميات. حتى اللي ما كتبغيش الورده هذا عاوتاني ستيل رومي بوكي جديد واش فهمتي هادي بوكي جديد والخدمه ديالو متقونه 100% لا من ناحيه ديال يعني الناحيه ديال الصم ولا من ناحيه ديال الحرير شتي كيجي يعني كوفلي باين. ها هو حنا نيت خادمينه هنا في الشونتيو اجي شوفي معايا هانتي هنا مخدوم بالمطاسي شتي حطينا هنا جوج ديال لي كاري دخلنا عليه هنا البريك وفي نفس الوقت دخلنا الكوند باش كيجي معاه غزال تبارك الله. هنا الكماله ديال الطميطه مشات من المطاسي وهذه الشوفه ديال يعني الشوفه ديال الخديه الفرماجات راه لعبنا عليهم الورده شوف كي جات التفريشه تبارك الله جات تفريشه راقيه ما شاء الله. شوف اجي تشوفي معايا باقي الفي الالوان ياه هذا الفيغ مانيتيغ ديالو شوفي كيفاش كيجي الخضر ديالو كيجا ما شاء الله غزال شتي تبارك الله هذا لي طوندونس دابا هو الفيغ مانيتيغ شتي كيفاش كيجي وفيه اللون الغوج بغيك واو حتى هو غزال كيسولوا عليه الناس ها هو راه موجود كاين شتي هذا ما فيه لا موزون لا والو غير طرز طرز بالحرير غير طرز طرز بالحرير وفيه حتى الصم ها هو داخل فيه الصم لهم صالون في الطوب فرشناه في الطوب وغادي نشوفوا الخدمه ديالو كيفاش كتجي ناج غزال. وشوفوا هنايا الفرماجه ما شاء الله شوفوا لي الفرماجه كيفاش جات مخدومه مع الخديه ديالها خدمنا الفرماجه كامله من الورده يعني اختلفنا على الديبارات حيت الديبار خدمناه من الكارو شوفوا خدمناه من الكارو الديبارات كنجيو الفرماجات حنا كنختلفوا في يعني في طريقه الخدمه كنركزوا على الورده في الفرماجات باش كتجي باينه والخدمه البنات كما تنقول لكم شوفوا راه كيجي الحرف على الحرف دابا بحال هذه الخدمه هذه انا خدمنا خدمنا بالسداري الاخر خدمنا بلي بوند شوفوا الحرف على الحرف هذا ماشي كامل غنوريهم الحرف على الحرف يعني شوفوا المخده ماشي خاص تمشي بحال الخديه بحال الطلميطه يعني كتجي داكشي متقون داكشي اسوختي باش يبان داكشي هو هذا ما شاء الله. شوفوا هذه اول زواقه واخر ما كاين في المطروز ما شاء الله وكما شفتوا شحال من لون فيها تقريبا شي سته الالوان ما شاء الله. الباج ديالها الباج ديالها بالجولد النوار كيف ما شفنا انت شوفي معايا هذا الباج بال ماشي هو هذا الطوب هذا الباج ذهبي هذا الباج ذهبي هذا ما شاء الله يعني راه تبارك الله كي جات باينه تبارك الله ما شاء الله. توصيل حتى خارج المغرب اللي بغى رضوان اللي بغى الثوب اللي بغى يخيط مرحبا بالجامع المشكل اللي بغى الثوب نعطيوه الثوب اللي بغى يخيط مرحبا به يعني كلشي ما عندناش مشكل في من ناحيه الثوب ولا من ناحيه الخياطه اللي بغى شي حاجه مرحبا مرحبا بهم ما شاء الله. هذه اول زواقه شفناها ودابا غنمشيو للثمن ومناسبه الافتتاح غتبقى لكم هذه الزواقه هذه ولا هذه الطرزه هذه شوف حنا هذه كنحسبوها ب 300 درهم غنديرو معاهم بروموسيون نخليوها لي 250 درهم 250 درهم اخر ما كاين اختي لطيفه في المطروز واش فهمتي اخر ما كاين في المطروز هو وضرب عمر اييه وضرب عمر 250 عوض 300 درهم غيبقى لكم هذا الموديل هذا ديال المطروز ونشوفوا مطروز اخر لان ما شاء الله شي حاجه اليوم واعره. شوفوا لي البنات قلت لكم اليوم غير الجديد شوفوا عاوتاني عاوتاني البنات هذه زواقه اخرى اخر ما كاين هذه هي اخر ما كاين في المطروز هذا في الديلافي شيف ديلافيا ارضيه يعني ماشي سامبل يعني الارضيه ديلافي هذه لا فاز ديال الخديه اجي تشوفي لي الطماطه كيفاش جايه هادي ما درتيش فاش الخديه كاينه كاينه اييه نشوفوها شوف الطماطه ديالها كيفاش كتجي كلها طرزه هانتوما والصم هادشي الهوت كام يعني الكاليتي كاينه وهذا كنسيباريو حنا بهاد ديلافي شي بلون كاسي شوفو يجي غزال ونوريهم الخديه ديالهم مع الاضاءه نخليوني تما كم رضوان عرفتي على حساب الاضاءه نوريها لهم غير هنا يشوفوها كي جات شوفوا البنات شوفوا كي جات هادي شوفوا تبارك الله خدمنا ورده كامله واعره البنات هادي شوف تبارك الله شوفوا الستيل الاكسسوار ديالو لعبنا بالباج شوفوا تبارك الله الكالدو ديالو ما شاء الله عندك كاينين بزاف ديال لي موديل في الخياطه وهذه لي كاغي ديالو هنا دخلنا عليه البريك والبلونكاسي يعني خرجنا داك الزرق كيجي غزال تبارك الله تبارك الله زواقه ولا اروع شوف هذا اخر ما كاين في المطروز غنعاودو نهزو المخده رضوان باش نشوفو حتى شوفو تبارك الله
ما شاء الله كيجا فن البنات. هذه بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش يعني الورده طلعت لينا في راسنا كما تنقولوا ديجا اللي كتكون مفرشاها. هذا الزرق الملكي اللي مجهد هذا داك البلوسيه البارد خطير. هذا اللون اللي فيه خطير. نز واحده طلميطه مراد مو قلت لك كاع السميات مراد ماشي مشكل بحال بحال. شوفوا 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 تبارك الله ما شاء الله. ها انتوما كنقول لكم درب عمر كنجيب لكم منه. شوف الارضيه كيفاش مديلها فيها تبارك الله يعني ماشي سامبل ولا شي حاجه يعني هذا زايد حتى هو في الكاليتي. هذا كله طرز طرز ومن هنا دي لافي. شوف كيفاش كيجي من هنايا طرز بالصم والحال. تبارك الله ما شاء الله. هذا البلو ديالو هو وكاين فيه البلون كاستي اللي هو هذاك اختي لطيفه. انت شوفي معايا شوف البلون كاستي كيفاش داير روعه. هذه الخديه ديالو كنخرجوا على داك المعتاد اللي تنعرفوا ديال الورده. هذا ماطلاسي يعني راه ماطلاسي ماطلاسي يعني شي حاجه اللي لي كاليتي. وهذه الطلميطه ديالو وقيلا بانت لي المخده ديالو تما لا كاينه الخديه ديالو. شوفوا الطلميطه ديالو كيفاش كتجي حتى هي. يمكن لك تدخل عليه الجولد يمكن لك تدخل عليه البريك وحتى الفيغ مينيتير كيمشي معاه. حنا راه هنا سيباريناه بالفيغ مينيتير كيجي معاه غزال. حتى الخضر يجي معاه زوين. اها وهذه الخديه ديالو وهذا اللون هذا راه ما يمكنش كيجا ما يمكنش البنات الروعه ديالو وراه ما باينش في التصوير نهائيا. وتا هو بمناسبه الافتتاح يكون فيه ثمن زوين. نخليكم معايا عاود خلي لهم هكا وباش يشوفوا. انا كنشوف فيه وما شبعت الشوفان فيه. خليهم حتى هما يشوفوا كي جاكم البنات. عرفتوا الزرق مع الاضاءه مجهده وبالصفر ما بانش راه كتبان بحال شي ورده تخوات دي خارجه. دابا كنتمنى تكون بانت لكم لان كنشوف في الكاميرا وكنشوف في المباشر لا علاقه بالواقع يعني التصوير ما عطيش حقه. شوفوا لي البلون كاسي ديالها بالذهبي كيجا الطلميطه كيجا نص باش كنخرجوا كيجي معاه غزال. يمكن لك دخلت حتى البريك راه كيمشي معاه. وهذا السامبل ديال الارضيه تبارك الله ما شاء الله كيجي غزال ما شاء الله تبارك الله عليكم. شوف وهذا الاكسسوار ديالو لي كالزو خدمناهم بهذا الشكل هذا. يعني كاينين بزاف ديال لي موديل باش تخدم يعني الخدمه اللي بغيتي كاينه ما شاء الله. باقي شي لون باقي الطوب. شوفوا عاوتاني الطوب ديالو حتى هو يا سلام. شوف الطوب ديالو ملكي ما شاء البنات الله. هنا مع كاينه الاضاءه في الصفر ها انتم شفتوا الصفر والبيض كيعطينا العكس ديال الالوان. شوفوا هذا الطوب ديالو كيفاش داير ما شاء الله عليه فن تاع الطوب غزال. هذا كيصبر ليطاش يعني اللي عندك كل شيء صغار ولا بغيتي يخدموا حتى السيجور راه كيمشي معاه حتى هو كيجي غزال حيت رومي. اييه كيجي مزيان في السيجور والصراحه هذا خصو صالون. هذا كيجي صالون هماوي بشي ضربيه في البلون كاسي لا في اللوان كاملين. شوفوا وصل دخلتي عليه هذا البريك هذا في الاكسسوار حلوها كان مزيانه رضوان باش يبان ليهم مع الاضاءه. شوفوا كيجي غزال والارضيه ديال لافي. شوف شتو ولا قلبناه غادي يعطينا لون اخر هكذا على حسب المبرو. فهمتي على حسب المبرو والإضاءة بحال هكا بحال هكا رضوان هاك شفتوا علاش كنهضر. شوفوا ما شاء الله كي جا دابا هاد قلب. هذه هي اللقطه اللي بغيت نوريكم فيها البنات. شفتوا دابا كي كيبان ما شاء الله واعر زواقه خطيره البنات. قلت لكم اليوم الطوب ديال السلعه لا هوت غام ديال درب عمر وغتاخذوها باقل ثمن. دابا عطيني الثمن ديال هاد الزواقه هذه. غنخدموهم حنا بالثمن يلا شي ثمن زوين ان شاء الله بالرزق وبالتيسير. الافتتاح هذا مرحبا ماشي مشكل هذه كنحسبوها بالثمن اللي زايد ولكن بمناسبه هذا الافتتاح غادي نحسبوا لهم 230 درهم. 230 درهم 230 درهم غير هو المطلوب اللي جا يعني يقول لنا راه جايين من طرف العثمانيات باش يسمع هذا الثمن اللي قلنا دابا حنا ديال 230 درهم. كنقولها لهم كنقول لهم دائما نقول لهم الا جا وما قالش لنا هذه الهضره راه غيسمع 270 280 فهمتي. يلا البنات سمعتوا يلا مرحبا بكم درهم ما شاء الله. والبنات كلهم اللي خادمين لا عند رضوان لا عند محسن لا عند عبد اللطيف يكتبوا لي في التعاليق خدمه البنات. انا كنخدم معاهم وكنقول لكم خيطوا انا عارفه اش تنقول. انا ما كنشكرش اي بلاصه في الخياطه ما شاء الله. هذا موديل غزال اللي فيه ثلاثه الالوان ولا اروع من ثلاثه فيه ثلاثه فيه الطوب فيه السيال وفيه الباج ذهبي ما شاء الله. موديل تيحمق 230 درهم مناسبه الافتتاح. والاخضر حتى هو من الالوان ولا من اللوينات اللي دابا طوندونس في المطروز. شوفوا لي البنات عاوتاني هاد الزواقه هذه هذه اخر ما كاين في المطروز حتى هي هذا الفيغ مينيتير وريناهم البلو. دابا دزنا للفيغ مينيتير شي هذا مطل هذا خوا ديال لي كوردوني شي هذا مطلاسي حتى المخده مطلاسي ها هي كنجيبو لهما الكاليتي مزيانه شي هذا راه طروا ديو محفر خدوم غير بالصم والحرير
هذه لا فاز ديال الخلديه، فيه الكوردون الثاني هذا بالموزون شيف كيجي غزال ما شاء الله. انت هذا هكا مطروز شوف شي راه ماطلاسي حتى هو، يعني الكوردونيات كاملين ماطلاسي. واللي ما بغاش الموزون راه جبنا له كوردوني اخر شيف، ها هو حتى هو غزال. اللي ما بغاش هذاك الزواقه كبيره ياخذ هذه، هذه فيها غير الحرير، هذه غير الحرير، هذه داخل فيها شويه ديال الموزونه ما شاء الله. كتجي غزال، كتخدم تدخل عليها الجولد راه كيمشي معاها، يعني كتسيباريها بالجولد راه كيجي غزال معاها، ولا حتى البلون كاسي راه كيجي حتى هو زوين. شوف البلون كاسي كيجي غزال مع الخضر فيغ مينيتي ما شاء الله، وباقي اللوان فيها الخضر الاخضر فيها البلون كاسي. هذا البلون كاسي، شوفوا البلون كاسي، هذا البلون كاسي كنقولوا انا الذهبي ما شاء الله. هذا بوحدو هذا، شوف هذا راه غير بالصم والحرير، هانتي شوفي الورده ديالو الصم والحرير ها هو باين، وفيها الطوب اللي غني عن التعريف هو هذا. شوفي الطوب كيفاش داير يعني هذا كله غير طرز، هانتوما شوفوا الثوب مبرى وكله هكا طرز، شفتوا هادشي كامل طرز، كلشي طرز. هانتي الدور ديالو انت باش تعرفي الطرز، والمطلسي دائما كلشي مطلسي الحمد لله. وعندنا مخده في الطوب، شوفوا الطوب ديال، شوفوا هنا كيفاش خدموها، اختلفنا في الخياطه. درنا نص درنا نص موديل جديد هذا الشيء، نص نص دخلنا لي الورده ودخلنا الكوردونين الاخر، يعني لافاس الاخر كيمشي سامبل كي سامبل، يعني ما عندناش فيه الاشكال. هذه كديرها حتى في القنش ديال السداري كتجي كالدو، شوفوا كيفاش فرقوها هنايا بهذه اللعبه هذه. سيباريناها بهذا الكالون هذا، يعني خرجناها الطوب دخلنا عليه الديلافي راه كيجي غزال ما شاء الله. وحتى هذه خدمه جديده، هذه حتى هي من الخدمه جديده دابا، يعني اللي كتجي هكا مع السداري مباشره كيف ما شفنا في الموديل يعني اللي مفرش. اللي غنخدموا هنا في الخديه غيمشي بحاله في الطلميطه ما شاء الله. شحال غيبقى الثمن؟ باقي ها الباج، كاين الباج مخدوم، هو هذا مخدة. لا هذاك الاخر، هذه زواقه اخرى مخدوم فيها غير الطوب والخضر ملك، هي فيها الخضر فيها الطوب فيها هذاك البلون كاسي. والثمن ديالها؟ هذا الثمن ديال الاخر هو 225 درهم، 225 درهم. هذا بروموسيون ديال الافتتاح، لطيف راه كنحسبوه حنا 260 270، بهذا الافتتاح درنا له 225 درهم، راه ثمن جد مناسب. وغتاخذ مطروز وبالمطلسي، يعني غتاخذ اخر ما كاين في المطروز ومن ضرب عمر. يلا مرحبا بك. شوفوا لي عاوتاني هاد الزواقه البنات ما شاء الله، حتى هي كي جات، هذا راه الطوب وهذا راه الباش. شوفوا الخديه، وريهم الخدمه. شوفي الخديه، شوفي الخديه، خدمنا فاليز كامله بالمجدول، شوفي كيفاش جات، وماشي ديك الفاليز المقطوعه، فاليز دايره هذه كامله جات بالمجدول كلها غزاله تبارك الله. شوفوا هذا مطروز محفر تبارك الله، يعني الورده ديالو كبيره بوكي فيه كبير، وفيه الطلميطه ديالو اللي هي هذه شيها، كتجي على هذا الشكل بحال هكا حيت هذا باج. كتدخل عليه البريك ولا دي لافي باج راه كيجي معاه زوين. هذا الطلميطه نوريهم الطلميطه عن قرب، مطلسي حتى هو مطلسي، كلشي مطلسي هنا حتى هو مطلسي. اي توب عندنا هنا اختي لطيفه كلشي مطلسي. هانتي شوفي الطلميطه ديالها كيفاش جايه، هذا الطوب ديالو الطلميطه، وفيه الحديه هذا الباج، باج طوب شي كيجي غزال ما شاء الله. شوفوا تبارك الله، باش نقرب لكم وتشوفوا حتى الزواقه، هذه زواقه ديالها رقيقه ماشي داك المطروزه الغليظه، هذه رقيقه. شوفي البلو كيفاش داير غزال تبارك الله ما شاء الله، كيحمر ما شاء الله، يعني كتجي الخديه باين ما شاء الله. شوفوا الطلميطه هذه الطرزه اللي قلت لكم رقيقه، شوفوا تبارك الله كتجي زوينه هذو غزاله. هذا راه البلون كاسي ديالها اللي شفناه، اييه شفنا الخديه ديالو، هذا مطروز حتى السيال ديالها زوين شوف ما شاء الله. ها هو السيال ديالنا هنا مخيط بدي لافي شي كيجي غزال تبارك الله، حتى على الطلميطه على المخده قلبها عافاك. شوفوا ما شاء الله ثلاثه الالوان، فيه ثلاثه الالوان، فيه واحسن الوان، وفيه الطوب وفيه البلون كاسي لي طوندونس داب. والثمن؟ الثمن 230 درهم، 230 درهم هاد الزواقه هادي، فيها البلون كاسي والفيرون والطوب ما شاء الله. شوفوا لي البنات، راه قلت لكم اليوم المطروز راه ما يمكنش اول مره وحصريا هذا المطروز بالجيبي، ماشي بالجيبي بوكلات، بوكلات. شوفوا كيفاش مخدوم هذا البنات، كتجي واحد الخدمه هذه واش سموها البوكلات، اخر ما كاين، شوفوا اخر ما كاين في المطروز ما شاء الله. شوف شوفوا تبارك الله، الطوميطه ديالو جايه كارو، وفيه سامبل ديال الارضيه، وفلاشينا حنا بالبريك، عندك لو شوا تقدر تدخل الدوغي
الالوان اللي كاينين هنا راه كيجيو معها، هذا الطوف ديالها تبارك الله. عرفتوا البنات من البعد ما كتبانش، خصك تجيو تشوفيها. انا بغيتكم تجيو، جيو مرحبا، جيو وشوفوا الزواقه عن قرب. نتمنى انها تكون بانت لكم، كيكون طرزه وكتكون فوق منه هذه الخدمه هذه ديال البوكلات هما سماوها، وبالمطروز، وهذا ما فيهش الموزونه. لا ما فيهش الموزونه، هذا الطوب ديالو وفيها البلون كاسي. انت هذا البلون كاسي ديالها، شوفوا كيفاش كيجي، كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله. بغيت غير نقرب لكم، بغيت ندخل البنات الكاميرا بحال هكا باش تشوفوا داكشي اللي كنشوف. اللي تنشوف انا مباشره ماشي بحال اللي كنشوف في الكاميرا. شفتوا فهمتوا هذا البنات كيفاش كيجي هكا، وهنايا الطرزه كذلك. شوفوا شو الطرزه كيفاش ما شاء الله. هذا حتى هو من الحصري، الحصري الحصري ديالها اللي بالطوميطه، كيجي بحال هكا كاغو. حتى هو حتى هو كتكون فيه هذه الخدمه هذه الزواقه هذه حاولنا نجيبوها، يعني جمعت لينا الالوان كاملين، جمعت لينا الدوغي والمارون والبيج يعني الالوان كاملين كيمشيو معها ما شاء الله. راه سيبارينا حنا بالجولد كيجي معها غزال، وحتى البلون كاسي اللي هو ديال الارضيه كتجي غزال فيها الطوب وفيها هذا البيج. اجي تشوف الفير او ديالها، الفير او ديالها عاوتاني شكل اخر، ولكن الفيغ عاوتاني غير ما شاء الله. شوفوا البنات شوفوا 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 اليوم اشنو جبنا لكم، وبمناسبه الافتتاح غتبرعوا ليا في اخر مكين في المطروز بالجوده العاليه له طقام ما شاء الله وحصريا. هادشي البنات راه حصري. شوفوا شوفي تبارك الله راه غزال ما شاء الله. هذا تخدموا حتى بالبلو كيجي معاه غزال كله كله من الالوان. الغوج بغيك حتى هو كيجي مع السيال. ها هو حنا خدمنا معاه هنا الغوج بغيك، حتى الغوج بغيك كيجي معاه الدوغي ما شاء الله. هو كيجي زوين هذا عاوتاني زواقه غير كل الزواقات ما شاء الله. وشحال الثمن ديال هادي؟ هاد الثمن ديالها 235 درهم اختي لطيفه. 235 درهم، شحال تتبيعها في المحل؟ هادي 270 درهم. 270 دابا 235 درهم. 235 درهم بروموسيون الافتتاح المحل. الله يفخر وجيب التيسير. الله معاك. شوفوا لي البنات هذه عاوتاني زواقه جديده حتى هي في المطروز، وبمناسبه الافتتاح هذه طرزه اخرى ما فيهاش موزونه، فقط المبرة والطرز. شوفوا شوفوا تبارك الله، هذه حتى هي اخر زواقه تحطات، والطلميطه ديالها كلشي مطلاصي. شوفوا لي الطلميطه ديالها كيفاش كتجي حتى هي. شفت الطلميطه ديالها هذه بالموزون، موزون مطروز شوفوا، وفيها الورده ديالها اللي كتجي في لافاس، يعني البوكي كيجي في الخديه. حنيت مدخلينو في الخديه هذه شتي، فيها ثلاثه ديال اللوينات، فيها الكري. هذا كري ولا فيغ او؟ هذا كري وفيها البلون كاسي وفيها الفيغ. الكري والبلون كاسي والفيغ كيجيو غزالين تبارك الله، وفيه ثمن مناسب اللي هو هادي الاخر ديال المطروز. غادي نحسبوا عليه 230 درهم. 230 درهم هادي. شوفوا دابا عاد جبد لي دابا المخده، نشوفوا المخده عن قرب. ها انتم البنات شوفوا شوفوا لي المخده، مطلاسي ومطلاسي ديالها غليظ، داخله فيها شويه ديال الموزونه. ها انتم شوفوا الطرزه بالبريك كتجي غزاله ما شاء الله. ما سيباريناه بالبريك كيجي زوين البنات. الاضاءه ما عطاش حقها الالوان وحتى الزواقات. غادي نشارك معاهم صالون في بلون كاسر غادي ان شاء الله. شوفوا تبارك الله هذه كي جات، شوفوا هنايا ها انتم واعره كلها طرز هذه. والمتابعات ديالنا كاملين اللي تعاملوا مع الدراري كتبوا لنا في التعاليق، كان زوين كتبوا لي، كان خايب كتبوا لي، قول لكم كي كتجيكم الخدمه وكي كتجيكم المعامله وكي كتجيكم السلعه ديالكم اللي كتحطوا في كيفاش كنقولوا ايادي امينه لطيفه واللغه العربيه. حط لي هذيك التيكوس اللي حطها لها قدامها باش يشوفوا الحطه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله ابدعنا انا وياك اليوم، ابدعنا انا وياك اليوم. شوفوا تبارك الله و230 درهم وثلاثه ديال اللوينات تبارك الله. انا بعدا بالنسبه انا في بلاصتكم حرت، انا دابا جيت نخيط وحرت كلشي فن. شفت هذه قلت حمقتني، منين حلي هذه قلت كثر، هذه كثر خلاص هذه بوحدها، منين حلينا هذه كذلك. يعني انتم غادي تحيروا كتبوا لي واش بصح حتى انتم حرتوا، ولكن كيبقى عاوتاني اللي دوزت شي لون تبعد على اللون اللي غادي تعاود عاوتاني مره اخرى. والناس اللي غادي يبداو جداد اكيد الالوان المفتوحه هي اللي كتجي قاتله في الصالونات. دابا ان شاء الله كاين واحد جوج موديلات هادو ديال البروكار، درناهم حتى هما كادو للمتابعين ديالنا وبمناسبه الافتتاح. وندوزو للبروكار حتى هو وبمناسبه الافتتاح. شحال غيبقى لهم البروكار؟ 65 درهم. 65 درهم فيه ثلاثه ديال اللوينات، فيه الباج طوب وفيه هذا الباج النحاسي، النحاسي وفيه الطوب الشيف كيفاش كيجي تبارك الله. وهذا البلو ديالو اللي مخيطين حنا هنا في الخديه، ها هو
هذا دخل عليه السامبل راه كيجي تبارك الله بحالو بحال المطروز. ما شاء الله. هنا دخلنا عليه البلون كاسي، دخل الطوب، دخل اللوينات كامل، وسيباريناه بالبريك في ثمن مناسب 65 درهم. اييه 65 هذا الثمن غير الافتتاح. البنات كادو ليكم الافتتاح، ان هذا اختي لطيفه راه كنحسبوه 90 درهم 120 درهم، اليوم درنا فيه 65 درهم. كاين هذا الموديل، هذا حتى هو بروكار اخر ديال فيرزاتشي، هذا كما كتشوفوا ها هو هذا لوفيرو ديالو. هذا لافاس ديال الخد ديال الورده، وفيه التلميطه ديالو كارو، فيه ثلاثه ديال اللوينات، فيه لوفير اون فوق شوف، وفيه اللوباج اللي غني عن التعريف شي كيفاش كيجي باج دوغي. هذا راه بروكار اختي لطيفه، يعني في الكاليتي ديالو راه يعني راه غزال ما شاء الله، رطب شوف يعني كاليتي مزيانه، وفيه لو غري اللي تبارك الله راه حتى هو منهضروش عليه، الكري ما كنلقاوش بزاف في التلامط. شوفوه من هنا اليوم حنا جبنا ليهم الكري، ها هو كيجي غزال ما شاء الله، تيباريه بالبريك راه كيجي واعر. هذا شحال غيبقى الثمن ديالو؟ هذا 75 درهم اختي لطيف، 75 درهم هذا البروكار هذا. صراحة كان فيديو زوين، علاش اكتشفت انا وياكم اخر ما كاين في عالم طلامط، وبزاف د المتابعات غيقول لي لطيف هذا الفيديو جا في وقته، سواء الناس داخل المغرب ولا حتى خارج المغرب، وكيف ما قال لكم رضوان يعني الخدمة ديالهم هما، بغيتو تتوب تاخذوه، بغيتو تكلفوا لكم بالصالون ديالكم بالعود بالطلامط بالمخاد بالبغداج بكل شيء، يعني الصالون ديالك لي ستوغ يعني كل شيء كنتكلفوا به اختي لطيف. الله يسخر ويجيب التيسير، وتكون هذه حتى هي عتبه مباركه مسعوده ان شاء الله. انا والمتابعين ديالي شوف المتابعين ديالي راه قدام وقدام الربح، اللي باغي ياخذ يجي مرحبا به، اللي بيجي يجيب عندنا دوره كل شيء مرحبا به، اللي ما شريت نزه اجي اختي شوفي وخذي فكره. اييه كاين راه حنا حتى حنا راه كنخدموا مع الناس بحال هكا، كاين اللي كيبغي ياخذ غير ديستيماسيون كنعطيو ديستيماسيون يعني عادي، يجي ياخذ فكره يقدر يمشي لاخر وكيرجع ياخذ، ما كاينش مشكل. وانا متاكده اللي تيجي هنايا عند الدراري بالتعامل ديالهم غيتقدى غيتقدى غادي يتقدى وغادي ياخذ المليح عندهم الخاطر، ودائما تحيه كبيره للشباب ديالنا الطموح اللي تيخدم على راسو، اللي منها عبد اللطيف والاخوان ديالو محسن ولا رضوان تبارك الله عليهم، من نهار بداو بديت معاهم ما شاء الله ولو تعليق واحد شي واحد اشكاليه، حتى كان واحد المشكل ولكن راه ما كانوش هما، كان الدري اللي كان معاهم هو اللي كان دار واحد المشكل، ولكن حليناه ماشي مشكل ما فيها باس، يعني كل الله يسهل عليه. غير اللي دخل هنا المصداقيه، شوفوا راه كنقول نهار بديتو شنو قلت لكم، المصداقيه والتعامل اساس النجاح. شوف لما كنتيش مزيان ما غاديش تزيد لقدام، فهمتي في المسيره ديالك لا من ناحيه الدومين ولا من ناحيه الحياه ديالك. ايوا الحمد لله هذا من فضل الله، تمشي مزيان ان شاء الله، الله يسر لكم. هذا محل جديد مرحبا بهم، وراه غايجيو يشوفوا اثواب اللي ما دايزينش في الفيديوهات، وغايديو المليح وغياخذوا شي حاجه اللي داخله جديده ان شاء الله. الله يسخر ويكون افتتاح مبارك، وان شاء الله نديرو افتتاح عاوتاني في فروع اخرين في مدن اخرى ان شاء الله، انا وياكم والمتابعين ديالنا. يلا في امان الله، وتحيه كبيره للشباب المغربي كامل اللي تيخدم على راسه. مرحبا، يلا بسلامه، في امان الله.